دونك لدينا خمسة أعداد جذرية. الهدف من هذا التمرين هو سنقوم باختزالها، وبطريقة أخرى سنبحث عن الشكل المختزل دونك لا فورم ايريديكتيبل دو شاكان دي راسيونال سويفون، يعني لكل عدد من الأعداد الجذرية التالية. دونك سنبدأ من العدد 14 إلى 21. دونك التقنية ديال الاختزال هي تقنية معروفة، دونك يكفي أننا نقوم بتفكيك العدد الذي يتواجد في البسط والعدد الذي يتواجد في المقام، بحيث أننا نظهر ونقوم بإظهار القاسم المشترك بين العددين. دونك هنا مثلا سنقوم بتفكيك العدد 14 نحصل على 2 في 7، والعدد 21 هو 3 في 7، وبعدها نختزل بالعدد 7 فنحصل على 2 على 3. لاحظوا معي هنا، قمنا بتفكيك العدد 14 2 في 7، العدد 21 3 في 7، وبعد الاختزال بالعدد 7 نحصل على 2 على 3. دونك هذا العدد 2 على 3 يسمى الشكل المختزل للعدد الجذري 14 على 21. Donc en français, on a 2 sur 3 est la forme irréductible de du nombre rationnel 14 sur 21. Bien sûr, cette manière, on va faire l'extirpation du nombre B. Donc on va faire تفكيك المقام. Donc لا يمكن تفكيك البسط إلا بكتابته ناقص 7 في 1. Donc là derrière ذلك. Donc 49 سنكتبه ناقص 7 في 7، وبعد ذلك نختزله بناقص 7 فنحصل على 1 على ناقص 7. Donc هذا العدد 1 على ناقص 7 يسمى الشكل المختزل للعدد بي ناقص 7 على 49. دونك كملاحظة هنا قمنا بتطرق لها سابقا، هي أن الإشارة التي تتواجد في المقام يمكنني أن أسحبها إلى البسط، أو يمكنني كذلك أن أجعلها مع خط الكسر. دونك إشارة يفضل أن أجعلها ناقص 1 على 7. بالنسبة لعدد السين، نلاحظ أن العدد السين هو عدد موجب لأن البسط والمقام لهما نفس الإشارة. دونك أولا يمكن التخلص من الإشارة السالبة، دونك فنحصل على العدد 210 على 336. دونك هذا العددان، هذان العددين هما عددان متساويان بطبيعة الحال. الآن سنقوم بتفكيك العدد 210 فنحصل على 5 في 42، و 336 تساوي 8 في 42، وبعد الاختزال بالعدد 42 سنحصل على العدد 5 على 8. دونك نقول ان العدد 5 على 8 هو الشكل المختزل للعدد السين. دونك 5 sur 8 est la forme irréductible du rationnel moins 210 sur moins 336. بالنسبه للعدد دي، دونك كملاحظه التي قمنا بها هنا بالنسبه للعدد دي، يمكنني كذلك نقل الاشاره من المقام الى البسط فيصبح العدد 100 ناقص 176 على 55. الان هذا العدد سنقوم باختزاله بسهوله عن طريق تفكيك البسط والمقام. هنا سنقوم بالتفكيك فنحصل على ناقص 16 في 11، دونك ناقص 176 تساوي ناقص 16 في 11، و55 تساوي 5 في 11. دونك بعد الاختزال بالعدد 11 نحصل على العدد الجذري المختزل الذي هو ناقص 16 على 5. دونك ناقص 16 على 5 يسمى الشكل المختزل للعدد الجذري 176 على ناقص 55. فرنسيا نقول قلنا لا فورم ايريديكتيبل. آخر عدد، دونك آخر مثال لدينا هنا في هذا التمرين هو العدد 27 على 45، دونك العدد E. دونك بنفس الطريقة سنقوم بتفكيك البسط، سنكتبه على شكل جودة 3 في 9. العدد 45 سنقوم كذلك بتفكيكه على شكل جودة 5 في 9، وبعد اختزال بالعدد 9 نحصل على العدد 3 على 5. دونك بالنسبة للعدد E، العدد الجذري E 3 على 5 هو الشكل المختزل لهذا العدد. دونك نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.